بيشرفنا الان كابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي السابق. كابتن احمد منورنا والف الف مبروك. الف الف مبروك لينا ولجماهير النادي الاهلي ولحضراتكم، يعني يا رب كده دايما في فرح، وزي ما كابتن عادل عبد الرحمن قال كل اسبوع بنحتفل بالبطوله. لازم تصعبها علينا يا رب. ايه انا ما صعبتها ده، انا صعبتها قوي. لا بس الحمد لله، يعني الحمد لله رب الدنيا الحمد لله مشيت بخير. وفي الاوقات دي يا كابتن الخبرات بتكتسب، صح؟ اعتقد ان دي من اهم الماتشات. ايوه الشخصيه. لا والشخصيه انا هوضح حاجات بعد الهدف توريك الشخصيه بتاعته والثبات الانفعالي عنده عامل ازاي. مظبوط. خلينا نبتدي مع المباراه. قبل ما ابتدي مع المباراه هقول لكم ان احنا كنا بنلعبش حد النهارده في المرمى. جنش اوت اوف كونسنتريشن خالص خالص، مش موجود، وهنوضح الكلام ده بالتحليل في حاجات معينه. على العكس مصطفى يمكن دخل في جول خرجه بره الجيم، ولكنه قدر يصد كره في الدقيقه 104 الى حد ما ساعدت في تتويج الاهلي بالبطوله. نمشي مع الحالات. طبعا اول حاله هدف محمود كهربا، الكره ضربه ركنيه. جنش قبل الكره بتتلعب خد خطوه لتحت، لا كره قريبه منه وكهربا بيرخم عليه في الطلوع، فراح جنش عمل ايه؟ عمل حاجه غريبه جدا. جنش طلع بلا اي هدف، بدليل انه عمل جامب بعيد عن مكان نزول الكره ب2 ياردة تاني. يعني هو ما عملش الجامب من تحت الكره. اي حد لعب كوره بيشوف النقطه اللي هتنزل فيها الكوره عشان يتحرك ويوصل لاعلى نقطه. جنش هنا مش قادر يوصل لان كهربا كان واقف في قلبه، فابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يجري ويضرب بوكس في الهواء على بعد الكره 2 3 متر، فما وصلهاش وكهربا اللي وصل. بص هنا، لا انا عايز ارجع معايا سنه واحده بس معلش، من اول ما كابتن علي معلول يحط الكره قبل ما الكره تتلعب الطبيعي ان يبقى في ثبات. ثانيه بس رجعني عند علي. طيب اولا جنش واقف على خط الجون فاتح رجليه فتحه كبيره جدا جدا، لدرجة ان هو لما يجي يجري مش هيعرف ياخد سبرنت من مكانه. ادي رقم 2. رقم 3 لما الكرة تتلعب هياخد خطوة لجوه لانه متوقع ان علي معلول يلعبها على القريبة كعادة النادي الاهلي بتتعمل لمحمد عبد المنعم، فهياخد خطوة هيحس انه بره اللعب والكرة قريبة منه وهيطلع في اتجاه كهربا. وخلينا نمشي بقى مع الكرة واحدة واحدة. ادي الخطوة اللي خدها لجوه، ما لحقش بقى، عارف ان الكرة بعيدة فقرب ايه؟ قال لك يطلع، مع ان الكرة جوه ال 6 يارد بتاعته 150% هدف. يتحمل مسؤوليته جنش بنسبه 150%، ولكن الحمد لله ربنا يديمها نعمه علينا الحمد لله. تصريح بس ابو حميد بيقول لك انا اتفضل، انا ازاي ما اروحش منتخب مصر؟ الحاجات دي مش بتاعتنا يعني. كل واحد لا ما هو مش بتاعتنا يا كابتن احمد، بس كل واحد بيحس جواه انه احسن حارس في مصر، وكل لعيب بيحس انه احسن لعيب في مصر. صح عندك حق، بس ما تطالبش بقى، ما تطالبش يعني، ما تقولش ان الناس ما عندهاش فكره في الاختيارات، ده معنى الكلام يعني. لا طبعا، هو يعني اعتقد من وجهه نظري انا هو لا يستحق ان التواجد في منتخب مصر. مستوى ضعيف جدا اعتقد يعني، مستوى ضعيف جدا وخاصه النهارده ما كانش موفق. بس يعني ايه، خلينا نشوف اللي بعديه. هدف الشحات، هتكلم على نقطه مهمه قبل ما يجي هدف الشحات. عايز اقول لك ان جنش مش مركز لدرجه انه بيجري في حته عكس الكوره، او مش في عكس الكوره، بيجري في اتجاه الكوره ولكن مش في سكتها. تاني، في فرق كبير قوي بين اتجاه الكوره، يعني هتمشي يمين او شمال او لقدام، انما مش بيجري في سكه الكوره. في نقطه وهو بيجري من هنا هبان من ورا اكتر، هياخد خطوه هو مش عارف وراها فين. تاني، ارجع ثواني معايا، ارجع معايا بس هنا بقى امشي بقى. بص الخطوه اللي هياخدها برجله الشمال، بس استنى معلش، عارف اللي بيعمل فوت وورك؟ معلش ارجع لي تاني، ارجع لي انا بقى، انا احمد دي حقيقه. الكابتن عارف، عارف اللي بيعمل كده دي معناها ان هو مش محدد مكان، انا بس جايب مش محدد مكان الكره فين، يروح ولا فبيجري في حته هو مش عارف، اللي هو مش قادر يقدر الكره رايحه فين، مع ان الكره دي لو هو قريها بدري كان طلع خدها قبل ما حسين الشحات يوصل اصلا. بس عشان هو مش مركز كويس الى حد ما، ما اعرفش، جري هو مش عارف هو بيجري فين. عارف لما بتعمل زجزاج بتأثر، انما لما بتجري في طريق مستقيم بتعرف توصل اسرع ما يكون، بتجري بزجزاج بتاخد وقت اكبر فمش هتعرف توصل. عشان كده هو اتاخر في كره زي دي. الاهم من ده كله انه راح اتزحلق برجليه كانه سرد باك. الطبيعي في حالات زي دي من زاويه ضيقه انا هنزل تحت واقف واقفل رجلي واستنى، هيرقصني هتعامل معاه، هيلعبها واحده هعمل معاه نجمه.
هتعامل معاه بكل حال، انما هو جري 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 وراح متزحلق لتحت، فابتدا حسين الشحات كل اللي عمله انه عملها تشيب من فوقيه، وبرضه الهدف ده بنسبه كبيره يتحمل خطاه. طبعا في مهاره من الشحات بالظبط، وفي مهاره من الكهرباء، ولكن هو انا من الناحيه الدفاعيه كحارس مرمى في غلط كمان من دفاعات فرقه فيوتشر. طبعا اكيد انها توصل الكره لغايه هنا اكيد، يعني انا الراجل لما يلاقي واحد رايح له على الجول فيس تو فيس كده وكلام من ده، في اخطاء قبل كده كتير قوي. لا في خطا من الباك ليفت، وفي خطا من السيد باك اللي ما رحلش مع كهربا، والديفندر اللي ما جاش مع حسين الشحات، وقفه في اخطاء كتير جدا. ولكن انا بتكلم على الحراسه، انا شايف انه مع نجاعه حسين الشحات في التعامل مع الكوره اخر خطا، يعني خطا كبير جدا من الشناوي في الجري، ومش مقدر اتجاه الكوره، وفي نفس الوقت في النزول لتحت من جنش. من جنش قصدي، سوري من جنش. انت حاطط في دماغك الشناوي النهارده ولا انا يعني التعود بس ماشي اوكي. في الدقيقه عشان بس اوضح حاجه الاول، هنجيب بعد كده لقطتين عشان اثبت لكم ان احنا مصممين نجيب الجون في نفسينا. مصممين من نهايه الشوط الاولاني واحنا في نص الملعب بنرجعها. بص دي تاو فين عند الدايره الناحيه الثانيه، بيرجعها لمصطفى شوبير. خد يا مصطفى اختبار ليك. لا بيتعامل معاه كويس قوي. لا ده في واحده هيتعامل معاها هتروح بانفراد الناحيه الثانيه. اوريها لحضرتك. انما انا بقول لحضرتك ايه، كل كوره خد يا عم قابل، خد يا مصطفى رخ، بص هترجع له فين. ستوب هنا بقى معاه، ستوب معاه، ستوب معاه. دي بقى بس عمل فيها ايه بس يا احمد؟ يعني في اللعب الحديث عادي ان كرة ترجع للجون كده يا كابتن. يعني الكلام ده لو واحد انا المفروض ادي الثقه للسرد باك بتاعتي، تديني الثقه في ماتشات زي دي. اي لعب مخنوق بس هم عندهم ثقه فيها يا كابتن احمد، اللي هو بيعرف يلعب بريك، عندهم ثقه فيه جدا. انا هوريك اللي جايه الثقه دي واصله لحد فين بالظبط. ماشي. انما اتفضل يا كابتن، عاوز اسالك سؤال. يعني انا بغض النظر عن الهدف اللي حصل، بغض النظر عن الهدف اللي حصل النهارده مع مصطفى، انا بقول انه مصطفى في كل الفترات اللي بيلعبها المتباعده الكبيره قوي دي، يعني حراسه المرمى دايما احنا عارفين ان الحارس ممكن يلعب له مثلا. معلش ستوب ورجع لي من بدري عبال ما نخلص كابتن. ايوه بس استنى هنا بقى، استنى هنا. هيا يا كابتن احمد، يعني انت ممكن تلعب مثلا كل، يعني بتلعب كل مثلا 3 4 شهور وتنزل بالثبات ده، فانت معدنك جون كبير. صح دي حقيقه. والخطا اللي بيحصل دايما من الاجوان ده وارد طبعا، ودي الخبرات اللي هياخدها مصطفى. يعني مصطفى مثلا لعب فاينل افريقي تمام، ماتش صعب جدا وادى اداء مميز، لعب المباراه بقيه المباراه اللي فاتت وادى اداء مميز، لعب المباراه دي واداء كان هايل، بس أداء هو كويس جدا. الهدف معلش يعني يتعلم منه لكن دي مش معناها ان ممكن حد يتهز ان مصطفى يعني جون مش كبير. لا مصطفى جون كبير جدا وهي الدوري الانجليزي وان شاء الله هينفعنا كتير جدا. كم برسنتج تحمل محمد عبد المنعم في الجول ده؟ 50 50 مش كده؟ لكن انا عشان كده بقول لحضرتك هم مصممين يغرقوه. بص يا محمد، انا بقول ايه، لا يتحمل كمان مصطفى طبعا، دي خبرات لازم كان يشيلها واحده ويتحمل معاه اوكي. لكن انا بتكلم على ايه، على انه اثبت ان جون كبير، اثبت ان انت عندك حارس مرمى واحد مش للنادي الاهلي بس، ده النصر كمان. نكمل يا كابتن الحارس. بص انا هسمع حضرتك احمد، معلش قبل ما تكمل يعني الخطا اللي حصل من مصطفى عشان بس الناس ما في الدوري الانجليزي أليسون. انا عن نفسي شفت اكتر من مباراه حراس كبار غلطوا فيها. مش معنى كده انه دي بتقيم الحارس، لا هو الراجل بيلعب برجله كويس وبتاع، هو انت لما تيجي تشرحها هو ممكن يكون اتاخر فيها، لكن دي ملهاش دعوه بتقييم فني لنا. أيوة. بتاع الحراس أيوة صح، عندهم خبرات اكتر من مصطفى. ايوه دي مهمه دي. يعني المهمه دي احنا بنتكلم ليه كده؟ علشان مصطفى مأدي كويس ومأدي وقت كبير كويس وجون واعد، فمش عايزين اي ثقه تتهز في اي حاجه يعني، فاهم؟ اعتقد ان هو الحمد لله عنده ثقه في نفسه كويس جدا. دي حقيقة. بدليل ان لما رامي راح سوري كوكا بعد جون راح يكلمه، هو اللي امن على الارض وقال له عادي عادي مفيش مشكله وكمل. بعدها لعب كام كره برجليه في الاخر، الجون يمكن في الدقيقه 104 هيشيل كوره، هتثبت لنا ان مصطفى عنده ثبات انفعالي وجون كبير جدا جدا جدا. بس هنمشي بالحالات واحده واحده، نبتدي مع اللي احنا قلنا عليه. الحاله اللي جايه هنا برضو انا زي ما بقول لحضرتك احنا مصممين نوصل له الكوره عشان الناس تضغط عليه. هنا هو اتاخر زي الجون بالظبط،
بس الكره دي هتروح بهجمه الناحيه الثانيه. تاني معلش ارجع لي، بص هنا وهو بيستلم هياخد الكره في اتجاه بعيد عن احمد عاطف، هيزقها سنه وبعدين هيلعب. هو ده اللي انا كنت اتمنى يعملها في الجول. لو عمل في الجول نفس اللي عمله مع احمد عاطف هنا، انه زق في اتجاه في اتجاه بعيد عن احمد عاطف عشان يعمل الكره، لازم يرجعها لعبد المنعم تاني. هو قلق واحده وخلاص. الكره دي بتاع بدايه من عنده كانت ممكن تيجي جول. مظبوط. فاعتقد انه برضو زي ما ليه سلبيات في الهدف وليه ايجابيات. لو دي دخلت الجول كنا هنشيد بالشناوي بسوري بشوبير بدرجه كبيره. هنا الاوفرات اللي كنا بنتكلم عليها انه كان عنده نقص فيها كابتن شريف، انا جايب دي تحديدا عشان اقول لحضرتك انه بقى حاجه ثانيه خالص في الكورسات، لدرجه انه وصل عند سن السكس يارد من الناحيه البعيده، ودي توقع مع تحرك مع 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 ركوب الاوفر بامتياز جدا جدا. عشان كده لازم نبرز الحاجات دي. نيجي بعد كده الكره الهدف. خلينا نرجع من اول ما محمد، بص هنا بقى ده الثبات يا كابتن، دي الشخصيه. لو واحد تاني مكانه كان دلدل دماغه في الارض وقعد في الارض ما طلعش ربع ساعه. حصلت في اكبر هنا بقى انا بس، وهي وهو بيستلم في العالم حصل. ثواني يا جماعه، ثواني لازم يردها له تاني. ثواني ماشي، انا معاك يا كابتن. لا انا عايز ارجع بقى من اول ما عبد المنعم استلم. مش فاهم، معلش ارجع لي بس مع عبد المنعم استلم. هنا بس عبد المنعم، لا من بره احسن، من بره احسن، من بره احسن، من الزاويه الثانيه. بص هنا حاجه من الاثنين، يا اشيل برجلي الشمال في نص الملعب وماليش دعوه بحد، صح، يا اما وانا بستلم برجلي اليمين ازق في الاتجاه العكسي تاني، يا اما وانا بستلم. هنا بقى من اول ما عبد المنعم استلم كان لازم يوسع، ما يجيلوش على القريبه، كان لازم يوسع هناك الناحيه الثانيه. ثانيا لعبد المنعم، لازم عبد المنعم يحط له، لازم عبد المنعم يحط له على رجله الشمال عشان يشيل واحده. عايزه يلعب هناك كان لازم يبصيله على خط السكس يارد عشان يروح هو يجري يلعبها الناحيه الثانيه، انما للاسف احنا النهارده بنباصي لمصطفى شوبير في التسعة يارده بتوع المرمى. ما ينفعش، ده استحاله يا كابتن يامن. احمد هي فضل. دي نقطه، معلش انا مختلف معاك. لا ما اتفضل، انا ما بتكلمش على مصطفى عامه لاي تمام بول. تمام، في الكره الحديثه انك بترجع الكره في المسافات دي عادي. ممكن انا كحارس حتى لو جون عالمي بيخطا، وبنشوف ده في الدوري الانجليزي، بنشوفه في الدوري الالماني، وبنشوف. لكن بقت من عرف الكوره او من اساسات الكوره عادي جدا ان الكور في زي ما محمد مش في خط السته كده، ما حطلوش في الجول، ما حطلوش في التسعه يارده بتاع الجول، ما اعتبروش في خط احط له بره 6 يارده شمال، بره 6 يارده. طب انا اطلعها اعمل فينت. اتفضل يا كابتن احمد كمل الكلام. انا مع حضرتك، انا مع حضرتك يا كابتن اسامه في اللي انت بتقوله، بس انا لو هحط له احط له بره المرمى عشان هو يشيل واحده، عشان يلم ويلعب بعيد عن الراجل او على خط الكوره عشان يروح يلعب مره واحده. انما انا شايف ان هم على طول كانوا بيلعبوا له في المرمى، مش بشايل السرد باكات، بس الهدف مسؤوليه اولا واخيرا لمصطفى شوبير. ولكن هنكمل عشان نشوف الحالات اللي بعد كده. يمكن الحاله اللي بعد كده الهدف الثاني بدلك، وكان رايح على الكوره على فكره، ولكن لما جت في رجل ربيعه بعدت الكوره. انا كنت اتمنى انه يفرق جسمه، يعني هي كوره هو رايح راح يترمي عادي جدا من هنا. خليه يوقف، بس يوقف لنا التاتش اللي جه في رجل، التاتش اللي جه في ربيعه. التاتش ده هو على فكره مصطفى رايح يترمي عادي جدا ويمسك الكوره. يعني هنا مصطفى رايح يمسك، بص لما الكره تتشاط هو رايح على الكوره، الكره بعدت ليه؟ لما جت تاتش. طب هتقول لي ما فردش جسمه ليه؟ هقول لك للاسف، لانه كان متوقع ان الكره تحتيه، فهو نازل لحد الحته دي. صح، مش هيفرد جسمه اكتر من كده، مش هيقدر. صح، لان كان خلاص هو مش على الارض، هو رجليه بره، مش لسه مش على الارض. هنا بقى التاتش ده بتاع ربيعه هو ده اللي خلى سوري مش بتاع ربيعه كمان، ده بتاع كوكا. بتاع كوكا خلى الكره تبعد عنه وتبقى مش في حيزه. ايوه للاسف. سريعه يعني الخبطه خلت الكره تسرع. لا عارف الخبطه دي بره ال 18 يا كابتن كان لحقها. ايوه، ولان هو خلاص هو خد قرار انه يطلع. دي طبعا الكره اللي انا من وجهه نظري لو كانت دخلت كانت كنا خسرنا المباراه، انما طبعا لثباته هو وانه قفل الزاويه البعيده وقدر يطلع الكره دي، قدرنا ان احنا نجيب الجون الثالث والرابع، فدي تحسب له في مقابل الناحيه الثانيه. الهدف اللي جه هنا دي تحسب له كويس جدا، لو ما كانش صدها كنا هنخسر المباراه. الهدف الثالث اعتقد ده اصعب هدف على جنش النهارده، لان الكره من مسافه قريبه وراحت في سكه الكره ومودست ركب الكره كويس جدا، فانا اعتقد ان ده هدف صعب جدا على جنش وصعب على اي حد بصراحه في الوقت ده وفي التوقيت ده. انا شايف ان يعني ما يشيلش حاجه منها. انما نيجي للهدف اللي بعده،
الهدف الرابع زي الثالث بالظبط، زي الثاني بالظبط، اخوه برضه هيطلع يجري 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 وينزل برجليه تحت، ومش المفروض في حاله زي دي انا بتني واقف على الارض لحد ما لحد ما اللعيب يحط رجليه في الكوره عشان احضر نفسي انا رايح فين. هو عمل ايه؟ هو طلع يجري 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 وهو مش عارف هو رايح فين، وراح نازل في الارض برضه ما عملش حاجه كريم غير انه حطها. الطبيعي ان انا هجري هجري واثبت على الاقل حاجتين، لو ما صدتش الراس الحربه اللي قدامي بيتخض، في وفي راسات حربه كتير جدا بتتخض من حاجات زي كده. أيوة. بيلعبها فيا بيحطها بره، واعتقد ده بيحصل كتير في الكوره. فالحمد لله ان احنا قابلنا جنش النهارده، والف مبروك للنادي الاهلي البطوله وعقبال اللي جاي ان شاء الله. الف مبروك كابتن احمد، وشرفتنا حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن.